هاتي لي كرسي يا بنت. اتفضلي. هي عايزاني انا اللي اجي اصالحها مش كده؟ ما تجيش انت اللي تصالحيني يا اختي، صح؟ انا بقى هموت واعرف انتوا اصلا متخاصمين ليه؟ ده حاجات بقى بتاعت كبار، روحي انت صحي لي عزه وقولي لها تجهز. ايه ده وانا صحي عزه ليه؟ الا ليه؟ الله، هو انا جاي عشان المايصه دي اصالحها؟ ده انا جاي اخد بنتي وامشي على طول. والله على عيني، انا لو عليا ما سيبهالكيش ابدا. طب يلا. ماما؟ ايوه يا بنتي، انت نايمه على ودانك، ايه ما حسيتيش بالدوشه دي كلها؟ دوشه ايه يا دي النيله؟ مين اللي قالها ان انا هنا؟ بصراحه بقى انا كلمت فاتن وقلت لها. حرام عليكي يا ايش ليه كده؟ انا ما صدقت جيت هنا وبعدت عنها عشان ما تمسكش في خناقي. يا حبيبتي ما هم كانوا لازم يطمنوا عليكي، شيء طبيعي يعني. وبعدين مين دول اللي يمسكوا في خناقك؟ ماما قلت دي بلسم. طب ممكن تسكتي؟ اسكتي عشان انت مش فاهمه. يا بنتي والله العظيم انا فاهمه، ده انا يمكن فاهمها اكتر منكم كلكم. طب اقول لك على حاجه، انت عارفه ان هي كانت متخانقه مع ماما خناقه كبيره جدا، واول ما عرفت ان هي تعبانه يا عيني زعلت وعينيها دمعت وزعلت عليها يمكن اكتر مننا. لا انت قلتي ايه؟ انا امي وامك متخاصمين؟ الزمن اقوى يا قوت، حكمه ربنا اقوى مني ومنك. كان يجي ببالك ان بناتنا يتعلقوا ببعض كده وهما اللي جمعونا ببعض بعد ما الشيطان ضحك عليا وفرق بيني وبينك؟ مش لوحدك، الشيطان ما تحكش عليك لوحدي، ومش انت اللي محقوقة في كل اللي جرى. ايوه بس انا وافقت حسان واتسعرت على الفلوس. صباح ابوس ايدي، قفلي على الموضوع ده، انا مش جاي افتكر ولا اتكلم على الموضوع ده خالص. لا يا اوت، لازم نتكلم، واللي فات عمر ما راح، واللي بيحصل لي دلوقتي ده تمن اللي عملته زمان. ايه اللي بيحصل لك؟ انت هتسمي دعايه يعني الفرهده وفقر الدم يا عدمه الدم؟ ده كلام عيالي اكيد. ايش وطمتك علنا فيه، بس انا حاسه باللي جواي. طب لما انت حاسه يعني انك تعبانه وابنك قال لك تعالي نروح المستشفى، ليه ما طوعتهوش وتطمني؟ ما فيهوش فايده، انا اللي دريانه بنفسي، انا اللي شايفه النهاية بعناية. بعد الشر عليك، صلي على النبي. نهاية ايه بس؟ صلي على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أنا عايزة أقولك سيبيني، سيبيني أقول في قلبي وارتاح منه. إيه اتفضلي يا حبيبتي، اتكلمي يا حبيبتي اتكلمي. أنا عايزاكي تسامحيني، عايزة أبوس إيدك وتسامحيني. تبوسي إيد مين؟ أنت اتجننتي؟ ده أنا اللي ابوس راسك. ارتاحي ارتاحي يا صباح، ارتاحي يا حبيبتي، انت اتجننت يا بنت. ايوه اتجننت، اتجننت يوم ما غدرت في صاحبتي وحبيبتي اللي وقفت جنبي ايام الفقر والمرار. اتجننت يوم ما خفت على بنتي وهي في حضنك وقلت لك الحقيقه السودة دي. قلتي نص الحقيقه، ما قلتيش الحقيقه كلها. نص الحقيقه؟ ومن خوفك عليا ما رضيتيش تقولي لي النص الوحش. عملتي فيا على قد ما عملتي، لكن العشره والمحبه والعيش والملح لجموا لسانك. ما قدرتيش تذبحيني وتعايريني بغلطه ابراهيم زي انا ما عايرتك بغدر حسان. انت عرفتي؟ عرفت الحقيقه. إبراهيم هو اللي غدر بيا وما سمعش كلامي.